بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسرني أن أرحب بكم وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني وإدارته التنفيذية بجزيل الشكر والتقدير لتشريفكم لنا ومشاركتكم في مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما وراء الحدود في دورته الثانية والذي ينظمه البنك في إطار مشاركته والتزامه في تنفيذ الرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بهذا القطاع الحيوي لما له من أهمية في رفض الاقتصاد الوطني، ليسهم بفعالية في تنفيذ جزء من المشاريع المائية والبنى التحتية بما يتناسب مع متطلبات الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب توظيف وتنمية الكوادر الوطنية لتحقيق الشراكة المنشودة بين القطاعين العام والخاص. يأتي عقد الدورة الثانية من هذا المؤتمر بعد النجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى في شهر أبريل من عام 2015، كما يعد مؤتمرنا اليوم واستكمالا لحلقة النقاش التي عقدت في مطلع العام الحالي والتي حظيت بمشاركة فعالة من أصحاب الخبرة من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل نجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في رفض الناتج المحلي للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتعزيز مساهمة هذا القطاع في جهود السلطنة لتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد. كما سوف يستعرض مؤتمرنا اليوم التوصيات المرفوعة من هذه الحلقة من خلال أوراق العمل المتحدثين الأفاضل وجلسات النقاش المختلفة المرفوعة من هذه الحلقة من خلال أوراق العمل المتحدثين الأفاضل وجلسات النقاش المختلفة التي سوف تستضيف عدد من الخبراء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتها، والذين نوجه لهم جزيل الشكر والتقدير على مشاركتهم في إنجاح أعمال هذا المؤتمر. لطالما سمعنا من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن حاجتهم للإرشاد فيما يتعلق بالأمور المالية والتمويل والمحاسبة القانونية بهدف إنجاح أعمالهم. اليوم سنسلط الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، وفي الوقت الذي يقع على عاتق هذه المؤسسات مسؤولية كبيرة في المساهمة في مسيرة دعم الاقتصاد الوطني، كما سنسعى جميعا لإيجاد الأجوبة المناسبة التي سيقدمها عدد من الخبراء المتخصصين الذين لديهم خبرة طويلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السلطنة. وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يكلل هذه الجهود بالنجاح الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.